عبد المنعم صباح الفل. صباح النور دكتور عبد المنعم، عشان بس الناس تبقى معانا وفاهمه الموضوع ايه، بنقول دايما الهوت ماني والاموال الساخنه، ايه هي الاموال الساخنه عشان الناس طيب. تفهم في الاول؟ الاموال الساخنه هي الاموال التي تدخل لاي دوله لشراء اذون خزانه، سندات خزانه تتعامل في البورصه، يعني مش استثمار مباشر صاحبها بيقوم بعمل بناء مصنع او شركه او يقوم بعمل بتوظيف عماله، لا هو بيجيب مجموعه من الاموال الخاصه به بعملته الاجنبيه بيتم تحويلها الى عمله البلد، ثم يقوم بشراء اذون خزانه داخل الدوله لاجل معين 3 اشهر لمده شهر، لمده 3 اشهر، لمده 6 شهور، ثم يطلع تاني بالمكسب العائد اللي تم عليها ويبدا يحوله الى عمله اجنبيه دولار، ثم يخرج به خارج الدوله. بيحوله بقى العمله اجنبيه دولار طبعا داخل مصر؟ طبعا. طب ما هنا بقى والبنك المركزي ملزم انه بتحولها، لان هو البنك المركزي اللي استلمها بعمله اجنبيه فلازم يرجعها له عمله اجنبيه، تمام؟ فهي خطوره الاموال الساخنه ايه؟ انه لو الاموال الساخنه يعني عشان نبسطها بس للناس بتبقى نقول كده على يعني على صفيح ساخن. اول ما بيحصل اي احداث زي ما حدث في روسيا اوكرانيا بدات الاموال الساخنه تخرج من الاسواق الناشئه من الدول الناميه، بدات تخرج. ممكن مصر خرج منها في الفتره من مارس لغايه مايو 22 اكثر من 23 مليار دولار، ده رقم كبير جدا، يمكن ده اللي عمل جزء او ساهم بجزء كبير من نقص الاحتياطي النقدي، من الازمه الدولاريه، من تقليل الحصيله الدولاريه الموجوده. من 22 لكام؟ من 22 مليار دولار خرج من سنه كام لسنه كام؟ مش من سنه لسنه، من شهر مارس 22 لمايو 22، 60 يوم خرج منك 22 مليار دولار. طب ما ده نفس اللي حصل ايام 25 يناير لو تتذكر. طبعا ده خرجت اكتر. لكن لا اقصده ان انت خروج هذه الاموال بيؤثر على الاقتصاد وبيؤثر على الحصيله الدولاريه الموجوده داخل الدوله. النهارده مصر فيها يمكن اموال ساخنه وفقا ما تم الاعلان، اللي هو الاموال اللي بيتم استخدامها من قبل الاجانب، سواء كان الاجانب دول افراد او مؤسسات او شركات، حوالي من 32.5 مليار، ويمكن ده كان دولار طبعا، من في شهر يونيو، والنهارده وصلت تتجاوز او في حدود 40 مليار دولار. طيب رقم كبير. 40 مليار دولار دول بيتحطوا في البنك المركزي؟ طبعا. يعني لما البنك المركزي يقول لي انا الاحتياطي بتاعي، لا ملوش علاقه بالاحتياطي، ملوش دعوه بالاحتياطي. ما انا برضو بفهم الناس، لا ملوش علاقه بالاحتياطي، دي اموال بتدخل عن طريق البنوك العاديه الموجوده العامله في مصر، بتدخل عن طريق البورصه، لانه في ناس بتتعامل في البورصه المصريه اجانب، مش احنا يعني نشره البورصه بيجي يقول لك تعاملات المصريين، تعاملات العرب، تعاملات الاجانب. يبقى جني الارباح ده هو خلص طبعا، هو وبيسحب العائد او الفايده المستحقه عليه. طب عشان نطلع من المأزق ده، لانه لو حصل اي حاجه طبعا احنا في منطقه ملتهبه، يعني الاحداث اللي فاتت ما بين غزه والكيان الاسرائيلي واخواتنا في غزه يمكن اسبوعين اللي فاتوا اثر على الاموال الساخنه موجوده في مصر، وخرج منها اموال كتير يمكن تجاوزت من 3 طبعا من 3 ل 4، لان انت دوله مواطن 3 ل 4 مليار دولار. مليار دولار تمام. طب انت عشان تتفادي هذا الموضوع لازم يبقى عندنا خطه، ما ينفعش اقع في نفس المشكله مره ثانيه، يعني مش عايز اقطع الاموال الساخنه. الاموال الساخنه مش مذمومه، هي جيده خاصه انها بتساعد الاقتصاد، بتوفر لك حصيله دولاريه، بس لازم استفيد منها. الشق الاستفاده منها ايه؟ ان انا احولها لاجل، يعني اخليها سندات خزانه مش اذون خزانه، يعني ادي له اجل طويل 6 شهور سنه ويدي له بعديها العائد. يبقى ما ينفعش النهارده معاه اذن خزانه يجي يحوله لي ويبيعه لي حتى قبل مدته ويخسر وياخد الفلوس ويمشي. هو في اذون الخزانه انا اقدر ان انا اتخارج قبل المدة؟ بس بتخسر نسبة، بتخسر نسبة عادي زي لما بتخسر شهادة في البنك بالظبط. طيب. لكن أنا عايز أحولها لسندات، أقنع الشركات والمؤسسات الدولية اللي داخلة معانا في الدولة المصرية في بشكل اللي هو بالأموال الساخنة أو الهوت ماني ده، إنها تتحول لمشروعات قائمة بالفعل، لمصانع، لشركات، لحاجة على الأرض، فيبقى هنا تحولت الاستثمار غير المباشر الى استثمار مباشر، وما عولش كتير قوي على الاموال الساخنه، لان كل ما الحكومه او كل ما الدوله تعول عليها لو حصل لا قدر الله اشكاليه على عالميه هيؤثر سلبا ان الاموال دي هتبدا تخرج من السوق المصري. النقطه الثانيه، يمكن في كثير من الدول والتجارب موجوده انه بتحط قيود، يعني ايه؟ ما فيش حاجه اسمها النهارده انت دخلت بمليون دولار
تيجي بعد شهرين تقول اخرج بيهم، لا طبعا انت بتشتغل تخرج بيهم تحت امرك، بس تخرج بيهم على مده زمنيه 90 يوم 120 يوم على سنه، يبقى انا اديت لنفسي فتره سماح ان انا اقدر اخرج الفلوس دي. لكن لا قدر الله حصل اشكاليه على مستوى العالم وانا ابدا اخرج هذه الفلوس في مده وجيزه، طبعا هنرجع تاني في نفس الديلمه ونفس الدائره اللي احنا كنا فيها من سنتين، ونقص الدولار ونبقى في ازمه وعندي جاب وفجوه تمويليه دولاريه كبيره. فده الاشكاليه، ان انت لازم تحط قيود على خروج الاموال الساخنه، تحاول تحولها الى سندات خزانه لاجال طويله، تحاول ان انت تكون الفايده ما تكونش عاليه، ودي مهمة قوي. ما يبقاش النهاردة زي ما حضرتك تفضلت وقلت احنا تالت اكبر عائد على مستوى زون الخزانة، احنا النهاردة وصلنا 28 وربع تقريبا في محصلات او العوائد او الفوائد على زون الخزانة، وده رقم كبير جدا. طيب